خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس. أحبائي مشاهدي لولو تي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا إيمان كنيستي. النهاردة هنكمل معاكم في كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات. لو كنتوا تابعتوا معانا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن الإيمان المسيحي عامة وإيمان كنيستنا الأرثوذكسية خاصة. بنعمة ربنا هنكمل معاكم في موضوعنا النهاردة، نتكلم عن الإيمان. وزي كل حلقة برحب بقدس أبونا سيدروس عبد المسيح كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو. أهلا ومرحبا بك قدس أبونا، بتباركنا بوجودك معنا. أهلا بك تصوني ماري، وأهلا بكل المشاهدين والمستمعين، ونرجو أن يكون هؤلاء وأولئك مصلين من أجلنا كي يعطى الله نعمة عند افتتاح الفم. أهلا بك مرة تانية في حلقتنا يا قدس أبونا، وتكلمنا على الإيمان الأسبوع اللي فات، لكن قدسك هتكلمنا في النهاردة بنعمة ربنا. النهاردة عايزين نتكلم عن المؤمنين، تكلمنا عن الإيمان، نتكلم عن المؤمنين بهذا الإيمان. مش ممكن يكون المؤمنين نوع واحد، لأن حتى رب المجد لما تكلم في مثل الزارع والزرع، ما فيش أبدا أرض أعطت مثل الأخرى، حتى الأرض الجيدة أعطت 30 وأعطت 60 وأعطت 100. هكذا أيضا رب المجد لما كان بيتكلم ما كانش كل الناس بيتقبلوا كلامه كما يتقبله بقية الناس الآخرون. عشان كده عندنا 10 أنواع في الناس الذين يتقبلون الإيمان. فيه نوع ممكن يكون اسمه حديث الإيمان، جت في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تيموثاوس أصح 3:6 لما بيتكلم عن الأب الأسقف، قال لا يكون حديث الإيمان لألا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. هناك إنسان ممكن يبقى ضعيف الإيمان، وده جت في إنجيل معلمنا متى البشير لما هذا الإنسان قال له يا رب آمنت فأعن ضعف إيماني. ممكن إنسان يبقى قليل الإيمان، وده رب المجد قالها للقديس بطرس الرسول، يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ في متى 14:31، وردت في متى 6:30 و8:26 وفي لوقا 12:28. في إنسان ممكن يكون عظيم الإيمان، وده قيل لرجل ولامرأة وكلاهما لم يكن يهوديا بل كان كل منهما أممية، قائد المئة اللي رب المجد قال له ولا رأيت في إسرائيل إيمان بمثل هذا المقدار. المرأة الكنعانية اللي قالها في متى 15:28 يا امرأة عظيم هو إيمانك ليكن لك كما تريدين، وطبعا القائد المئة في متى 8:10 ولوقا 7:9. في إنسان يبقى عنده غنى في الإيمان، يعني الرصيد بتاعه في الإيمان بيبقى كبير وبيبقى متوافر، وده قال عنه القديس يعقوب في أصح 2:5، اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان. في إنسان ممكن يبقى عديم الإيمان، واللي جت في متى 13:58 أن رب المجد لم يصنع هناك آية واحدة
لعدم إيمانهم. وكان دايما يوبخ ويقول كيف لا إيمان لكم. ولما التلاميذ قالوا له لماذا لم نستطع نحن أن نخرجه، قال لعدم إيمانكم. في إنسان يبقى قوي الإيمان، ودي جت في متى 17:20، كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل. وطبعا مش مقصود ان الإيمان يبقى كحبة الخردل يبقى صغير ويبقى ضئيل الحجم، لأن كان قليل أو كان ضعيف أو كان صغير لكن يبقى قوي جدا. الحاجة التانية كمان إن حبة الخردل تصير أكبر الأشجار حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى فيها. في إنسان يبقى إيمانه مشهور بيه ومعروف بيه، واضح أمام الملأ، زي معلمنا بولس الرسول ما قال على أهل روميا في أصحاح 2:8: إن إيمانكم ينادى به في كل العالم وفي كل الكنائس. في إنسان ممكن يتنكر للإيمان، وفي إنسان ممكن يرتد عن الإيمان. في رسالة معلمنا بولس الرسول أصحاح 5:8 لتلميذه تيموثاوس الرسالة الأولى: من لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. في رسالته الأولى برضو إلى تلميذه تيموثاوس أصحاح 4:1 بيقول: الروح القدس يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. مجمل الكل هو ما قاله الرسول بولس في المسيح يسوع: ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. عشان كده هناك فرق بين الإيمان الخامل والإيمان العامل. واحد ياخد الإيمان ويشغله، يشتغل معاه ويجيب معاه النتيجة. بصلوة كرياليسون انتقل جبر المقدم، فكم وكم لما يكون مجموعة القداسات اللي عندنا، احنا عندنا بركات كتيرة جدا نحتاج ان احنا نستخدمها ونحتاج ان احنا نحسن استغلالها. فيبقى عندنا 10 أنواع من الناس: عديم الإيمان، ضعيف الإيمان، غني في الإيمان، قليل الإيمان، عظيم الإيمان، قوي الإيمان، ناكر الإيمان، مرتد عن الإيمان. دي كلها أنواع من المؤمنين. زي ما تكلمنا عن الإيمان نتكلم عن متقبل الإيمان. طيب يا أتشابونا، يعني أتسك ذكرت لنا 10 أنواع من المؤمنين أو إيمان المؤمنين، يعني فعلا الإيمان بيختلف من شخص لآخر. لكن اللي عايزة أوصل له أن أقدر أقول مثلا أن الإيمان ده محطة وصول. يعني في واحد بيتولد فيه من الأول بيبتدي، وواحد بيدخل في النص في سن معين أو في مرحلة من حياته. يعني ممكن كلنا نتقابل في محطة الوصول، لكن إيه موقف الكل في محطة القيام؟ قصة جميلة جداً ذكرت في سفر أعمال الرسل أصحاح 22 من عدد 25 لعدد 29. بولس الرسول وهو بيتحاكم فقال لهم: أيجوز لكم أن تحاكموا إنسانا رومانيا؟ فالوالي اللي كان بيحاكمه قال: هل الرجل روماني؟ فقال له: آه أنا روماني. قال له: خدت الجنسية الرومانية ازاي؟ ده انا دفعت فيها مال كتير عشان اخد الرومان سيتيزن. قال له: انا قد ولدت فيها. يبقى اذا دلوقتي ممكن واحد ياخد السيتيزن يا اما بان هو يتولد في الجنسية، يا اما ان هو يشتري الجنسية ويتكسبها. اهل المسيحيون بهم هذان النوعان: واحد بيتولد في الايمان والتاني بيدخل جوه الإيمان. فاللي بيتولد في الإيمان ده عاش في النور طول أيام حياته وما جربش غيره، لكن التاني بيقدر إن هو يقدر قيمة الإيمان لأنه عاش في غير الإيمان ثم جاء أخيرا إلى الإيمان. القصة دي بتعجبني قوي.
ان بيقول له انت ازاي خدت الجنسيه الرومانيه، ده انا دفعت فيها ثمن كتير، ده انا دفعت في هذه الجنسيه ثمن غالي عشان اكتسبها. قال له انا ما دفعتش، انا اتولدت فيها. فاحنا برضو هذان النوعان، انا اتولدت فيها وغيري دفع فيها الثمن علشان خاطر يتكسب هذه الجنسيه المسيحيه. شوفي مثلا قصة تانية في أعمال الرسل أصحاح 16. القصة دي حصلت في مدينة فيليبي. اتنين أمنوا بالمسيح عن طريق بولس الرسول. سجان فيليبي وليديا بائعة الأرجوان. الاتنين صبوا في محطة وصول واحدة، إن الاتنين بقوا مسيحيين في وقت واحد. لكن هذا التعامل مع الإيمان مش بنفس الطريقة اللي تعامل بيها التاني. الكتاب المقدس يقول على ليديا فتح الرب قلبها. بإيه؟ من غير حاجة، ولا بمشرط ولا بأدوات جراحة، فتح الرب قلبها. طب وسجان فيليبي آمن بإيه؟ زلزال عنيفة، اهتزت أساسات السجن، خاف ان هو يكون المساجين قد هربوا، استل سيفه واراد ان يقتل نفسه، ومحدش طمنه غير بولس الاسير اللي جوه السجن. قال له لا تفعل بنفسك سوء، كلنا ها هنا. يبقى اذن الاثنين دول تقبلوا الايمان، واحد خد الايمان بطريقه شديده جدا والتاني خدته بطريقه رقيقه جدا. ليه؟ اصل هذا السجان كان بيتعامل مع مين؟ مع الناس اللي هم المجتمع بيشكي منهم. كل ما يكون السجان فظ وأخلاقه جديدة وعنيف وقاسي، كل ما يترقى، كل ما يديله شريط أكتر ويعملوه رئيس عليهم، كل ما يكون شديد وعنيف. فكانت النتيجة أن ربنا دخل للسجان بالطريقة الشديدة وبالطريقة العنيفة. لكن بائعة الإرجوان دي بتتعامل مع مين؟ ما بتتعاملش غير مع ستات القوم، مع ستات المجتمع، مع الأغنياء في المجتمع. فكانت النتيجة محتاجتش إلى زلزالة، محتاجتش إن ربنا يدخل عليها بالطريقة العنيفة. زي ما هي بتتعامل بالرقة، ربنا كمان تعامل معها بالرقة. الله لن يعدم الوسيلة. ازاي يدخل الايمان جوه قلب الانسان؟ لكن بيتعامل مع واحد بخلاف ما يتعامل مع التاني، لان كل واحد مش زي التاني، وان كان الايمان ايمان واحد. انا بس عايزه ارجع مع قدسك لمثل بولس والعسكري الروماني اللي قال له انا دفعت فيها، لكن ان قال له انا الوالي قال له انا دفعت ثمن كبير عشان اخذ الجنسيه الرومانيه، قال له لكن انا ولدت فيها. لكن مش عايزه حد يفتكر من احبائنا المشاهدين ان احنا بنشتري، مش ممكن يعني يبقى مسيحي بالفلوس. هو الثمن مش لازم يكون فلوس، يعني لكن الثمن يكون ممكن اخسر وظيفتي، اخسر بيتي، اخسر ممتلكاتي، اخسر حياتي الزمنيه، اخسر كمان ان انا بعد ما كنت متسيطر على الناس اصبحت مهدد من الناس، أخسر حاجات الناس كتير جدا. بتخسر كتير. دفعت في هذا. وبولس نفسه قال حسبت كل شيء نفاية أو خسرت كل الأشياء من أجل أن أربح المسيح. فمين يعني دفع فعلا زي بولس؟ مين اللي اشترى الإيمان زي بولس الرسول؟ هو ولد في الجنسية الرومانية ولكنه دفع ثمنا في الجنسية السماوية. فعشان كده عندنا نوعين من الناس، واحد بياخد الإيمان بالوراثة، والتاني ممكن ياخده بالدراسة، لأن هو الثمن الدفع على عود الصليب ثمن غالي جدا لهذا الإيمان وهذا الخلاص. يعني طبعا اللي أنا بدفعه في الإيمان ده قليل القليل طبعاً. إيه اللي أنا بدفعه في التناول؟ بصوم 9 ساعات؟ 9 ساعات دي قصادها أخد جسد الرب ودمه. يبقى إذن دلوقتي حاليا كل شيء أنا بدفعه ده يعتبر قليل. زي واحد يقول لي أنا هديك العمارة دي، هتبقى بتاعتك واكتب لك عقد، او العربيه المرسيدس دي، اقول له طب هتدهني مقابل ايه؟ يقول لي اديني دولار. اروح مطلع كل اللي في جيبي، دولار و10 وعلى قد ما هو موجود، حتى لو معايا 1000 اقول له اتفضل،
يقول لي لا عايز دولار واحد. واحد تاني يقول له طب ما تخليها 50 سنت. احنا برضو لما بنقعد في ايمانياتنا نفاصل بنعمل كده. وممكن يعني ما يصدقش، ممكن يديله ده بدولار ويمشي وما ياخدش. بالظبط. ده هيوصلني للسؤال الثاني، ايماننا الارثوذكسي او عقيدتنا الارثوذكسيه، هل هي يعني هل هي مذهب او هي كنيسه، ولا نقدر نسميه ايه ايماننا الارثوذكسي؟ قصه بولس الرسول وتوبته وظهور المسيح له في طريقه الى دمشق ذكرت في سفر الاعمال 3 مرات، في اصح 9 واصح 22 واصح 26. في كلمه جميله جدا قالها رب المجد لبولس او لشاور الطرسوسي، قال له اذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم. انا بلاقي هذه الكلمه تتطابق تطابقا كاملا مع كنيستنا الارثوذكسيه، فهي الزقاق الذي يقال له المستقيم. الزقاق ليه؟ لانها قديمه. الزقاق باستمرار، ما حدش دلوقتي بيعمل زقاق، خلاص انتهى عصر الزقاق. فالزقاق لانها قديمه، والزقاق ايضا لانها ضيقه. الزقاق طريق ضيق ما يمشيش فيه عربيه، لكن يمشي فيه واحد بقدمه. طب الكنيسه القبطيه يطلق عليها لقب الزقاق لانها قديمه، دي اقدم كنيسه في العالم، لان اول كنيسه تاسست هيكون ما قبل سنه 50 بعد سنه 34، يعني من 34 ل 50 بدا تاسيس الكنيسه. طب والكنيسه القبطيه تأسست سنة 2 ميلادية، مش القديس مرمرقس اللي أسس، ده رب المجد اللي جه وضع حجر الأساس، والقديس مرمرقس جه كمل. زي بعض الناس بيقولوا إيه، بيقولوا السيد المسيح له المجد كان بيشتغل نجار، بولس الرسول كان بيشتغل خيام، الاتنين دول عملوا إيه؟ المسيح عمل الفرام بتاع الكنيسة وبولس كساها، النجار عمل الشكل الفرام بتاع الكنيسة وبولس هو الذي كسى. فيبقى هنا زقاق لأنها قديمة، فهي أقدم كنيسة في العالم لأن السيد المسيح له المجد هو الذي أسسها، وهي أيضا كنيسة النبوات، لا توجد كنيسة في العالم تنبأ عليها العهد القديم في أشعياء 19:19 إلا الكنيسة القبطية. لما قال وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم إلى أرض مصر فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر في داخلها ويكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. القديس كيرلس الكبير وأثناسيوس الرسولي بيفسروا السحابة الخفيفة على أنها العذراء مريم، لأن طبعا السحابة بتبقى كلها بيضة ما فيهاش نقطة سودة، الغيمة بتكون سودة وفيها نقاط بيضة. العذراء مريم كانت حياتها كلها سحابة بيضة ولا يوجد نقطة سودة واحدة موجودة فيها. وقال كده القديس كيرلس الكبير، قال ما السحابة الخفيفة إلا العذراء مريم التي فاقت السحابة طهرا ونقاء. والقديس أثناسيوس قال فضلال المصريين لم يكف إلا عندما جاء إليها الرب راكبا على سحابة ألا وهي العذراء. فدي كنيسة النبوات، ودي الكنيسة اللي تعتبر قدمت للعالم شيء جديد اللي هو الرهبنة. كل أسقف وكل بطريرك وكل بابا في العالم وكل رئيس كهنة ابن للقديس المصري الصعيدي البني سويفي أثناسيوس أنطونيوس أبو الرهبنة. هي الكنيسة التي قدمت كل هذه الأمور، هي الكنيسة أيضا التي صمدت. ده مثلا في القرن 17 وصل عدد المسيحيين 175,000، كل المسيحيين اللي في القطر المصري
175,000 دول موجودين في الفيوم، موجودين في أبرشية تانية. دلوقتي نشكر ربنا صمدت لحد ما استردت أنفاسها. وطبعا لا يخفى على أحد الكنيسة وقت دي، فهي الزقاق الذي يقال له المستقيم. وعشان كده لما هي مستقيمة دفعت ثمن الاستقامة، زي ما يوحنا الذهبي الفم الكلمة جميلة، قال إن كلمة الحق لم تبقي لي صديقا. فالكنيسة عشان ما جملتش تحملت ودفعت الكثير. الزقاق الذي يقال له المستقيم، زقاق لأنها قديمة ولأنها أيضا طريق ضيق. شفتوا قداسة البابا لما وقف كالأسد الجسور وقال ما حدش يقدر يخلينا نخالف وصية الإنجيل وتحدى العالم كله. وكان ممكن أن قداسة البابا يتعب أكتر من كده، لكن وقف جنب الإنجيل فوقف بجواره الإنجيل. مظبوط يا أستاذ أبونا، يعني مذهب يعني كفكر، فكر كفكر كلاهوت كنيسة كإيمان لاهوت وإيمان الأرثوذكسية وفي نفس الوقت لكن الكنيسة كتاريخ كقصة حياة استمرت 20 قرن ولسه بتواصل. أمين. وجهاد الكنيسة، يعني مثلا أبائنا قالوا إيه زمان عن الأقباط؟ قالوا إن زحزحة جبل المقطم من مكانه أيسر من أن تزحزح قبطيا عن إيمانه. أمين. صح. الجبل اتزحزح والقبط واقف زي ما هو صامد وصامت في إيماناته المسيحية. وده طبعا حاجات من اللي بنفخر بيها إن احنا قدرنا نحافظ على الإيمان المستقيم. أمين. أوكي يا تابونا، يعني اتكلمنا عن الإيمان الأرثوذكسي السليم، برضو هيرجعنا تاني اللي نتكلم عن المؤمنين دول نفسهم تاني. اللي قدسك اتكلمت عن أنواع كتير من المؤمنين، لكن في مؤمنين يعني زي ما قدسك قلت عاشوا في الإيمان كل حياتهم، ومؤمنين لم يروا الإيمان إلا بعد مدة من حياتهم. قدسك تسميهم إيه؟ يعني نقدر نسميهم إيه دول كلهم؟ اللي إحنا هناخد عليه بركة مش بس إن إحنا نولد في الإيمان، ده أنا ليس لي فضل في هذا، ولكن أيضا أن أسلك في الإيمان هنا نوع من الجهاد. الأكثر من كده أن أموت في الإيمان. عشان كده في صلاة المجمع في حاجتين يخصوا الإيمان. الحاجة الأولى لما بنقول الذين كملوا في الإيمان، الحاجة التانية بنقول ونحن أيضا الغرباء احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. لما نيجي بنصلي أوشية الراقدين نقول الذين سبقوا ورقدوا في الإيمان، زي ما قال بولس الرسول في عبرانيين 11 في الإيمان مات هؤلاء أجمعون. يبقى إذن دلوقتي حاليا أنا أكافأ إذا كنت أعيش حتى أموت في الإيمان، مش إن أنا أولد في الإيمان. ولدت في الإيمان ما أخدش عليها مكافأة، يمكن ياخد عليها مكافأة آبائي وأمهاتي، لكن أخد المكافأة وأخد البركة إن أنا أموت في الإيمان. زي في مرة كنت بتكلم عن العذارة في أيام صوم السيدة العذراء مريم، وقلت الجملة الآتية: تكافأ العذراء ليس لأنها ولدت عذراء، ولكن لأنها عاشت وماتت عذراء. عندما تعيش عذراء وعندما تنتقل أيضا في عذراويتها تكافأ هذه العذراء. ما احنا فعلا يا أتسابونا شفنا الشهداء، يعني العذابات اللي شافوها، يمكن ناس كتير تقول ايه اللي يخليهم يعني يثبتوا على الإيمان بالرغم من كل العذابات والألام دي. يعني كان ممكن حتى يؤمنوا ويقولوا طب نخلي الإيمان في القلب والظاهر نجاري الظاهر، لكن فعلا الشهداء دول أظهروا إيمانهم وتمسكوا بإيمانهم وكانوا بيقدموا للموت وهم يعني ثابتين على الإيمان الأرثوذكسي السليم.
فعلا زي قدسك ما قلت، مفيش حاجة تزحزح إيمان الإنسان المسيحي الأرثوذكسي السليم. أقول لحضرتك 3 تعبيرات للمؤرخين اللي أرخوا للشهداء. تعبير أول قالوا غلبت الأعضاء المضروبة ضاربيها، وكان الشهداء أقوى من معذبيهم. تعبير تاني يقول لك استعذبوا العذاب. استعذبوا العذاب يعني صار العذاب يعني تلذذوا بالعذاب، بقى لذيذ في بقهم، لم يقبلوا النجاة زي ما قال بولس الرسول. يعني التعبيرات اللي زي كده بتورينا قد ايه ان الشهداء دول كان التعبير الثالث كانوا يذهبون الى ساحات الاستشهاد وكانهم ماضون الى عرس. يعني واحد هتستشهد تروح تلبس فستان الفرح، واحد هيستشهد زي القديس فيليمون والقديس يروح لبس التونية، لبس الخدمة الجميلة. القديس أبي فام الجندي لبس أحلى الثياب كأنه رايح يحضر ريسبشن، وقالوا له ليه بتعمل كده؟ قال لهم ده النهاردة يوم عرسي، النهاردة يوم فرحي. من أعظم القصص اللي بتشدني قصة القديسة بيرباتو اللي حطوها في السجن ريثما يقدموها للوحوش، وبعدين كانت النتيجة أن هي وهي في السجن آتاها المخاض، كانت حامل فولدت في السجن، فعمالة تصرخ وهي بتولد. حارس السجن رق ليها وقال لها يا بنت أنت زي بناتي وأنا عندي ولاية وأنا عندي بنات زيك، ارحمي نفسك وبلاش كده، ده إذا كانت آلام الولادة مش طايقاها أمال بكرة تعملي إيه لما الوحوش تنهش فيكي؟ قالت له أنا النهاردة بتألم عشان أنا اللي بولد واجيب ولد اخد اسمه وياخد اسمي، بكره انا اللي هتولد مش انا اللي هتولد، بكره المسيح هو اللي هيتألم مش انا. طبعا فلسفه غريبه جدا قدروا يقدموها وهم في معمعة الالم العذاب. الحقيقه احنا بنشكرهم يا ابونا هؤلاء الشهداء لان هم اللي حافظوا لينا الايمان الى هذا اليوم، وربنا يعني يدينا ان احنا نتشبه بيهم ونتمسك بايماننا زي ما هم تمسكوا بايمانهم فعلا. وقتنا خلص بسرعه، بشكر قدسك على حلقتنا النهارده، وعلى وعد من قدسك هنكمل في حلقات قادمه عشان المواضيع حقيقي قد كده، يعني مواضيع حتمية لثباتنا في الإيمان. صحيح لازم كلنا فعلا نتعلمها. أحبائي المشاهدين بشكركم على وقتكم اللي قضيتوه معنا النهاردة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج إيمان كنيستي. أشكركم وإلى اللقاء. خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس.